السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة ديال معلومات هامة حول إبرة تحصين الأرانب ضد التسمم الدموي. كما كتعرفوا شهر 3 ضروري، راكم عارفين الأمراض اللي راني سبقت هضرت عليها اللي كتجي في يعني على طول السنة، على مدار السنة كاين شهر 3 شهر 6 شهر 9. دابا نهضروا على هاد الإبرة، السمية ديالها معلومات على هاد الإبرة. أولا هاد الإبرة كتعطى مرة في السنة. واخ الناس اللي غادي يقولوا لي شرينا شي أرانب وبغينا نحصنوهم، حصنوهم ماشي مشكل، هذه نقطة فايتة. يعني واخا يكون مولاهم في يدير لهم تحصين، معليش دير لهم تحصين ديالهم. ثاني حاجة الشهور اللي كتكون فيها 3 6 9، هذا الشهور كتكون فيها المشكل. واحد هذه نقطة. كاين نقطة أخرى، أن هاد التحصين ماشي ضروري أنه تا يكون المرض، باش نوضح هنايا نجريو ونديرو لها نديرو لهم الإبرة ونقولو غادي إبرة، لا الإبرة عند المفعول ديالها كيخدم فوقاش في 15 يوم الأولى، 15 يوم الأولى ما كيخدمش هذاك، ما كيخدمش المفعول ديالها. يعني الى يعني فكرتوا بذكاء ان ماشي غادي يجي المرض وندقوا له الإبرة وغادي نقولوا غادي يبرى ولا ما غاديش يبرى. علاش؟ لان المفعول باقي ما خدمش، يعني هذيك الإبرة غير ضربناها، يعني مشات لنا، مشاو لنا الارانب ومشات لنا الفلوس. لا، خاص الإبرة هي كتحصين ماشي دواء، ماشي علاج، ماشي حتى كيمرض عاد باش كنديروا له الدواء. لا، خاص ضروري ان الإبرة دار قبل باش منين يوصل المشكل، يعني التسمم الدموي، منين يبقاو الناس يموتوا لهم تكون نتايا سلكتي. هذه نقطة. الناس غادي يقولوا لي واخا فوقاش اللاج اللي نقدروا نضربوا فيه الإبرة، واش تعطى الحوامل، واش تعطى الناس اللي يلاه ولدوا لهم. هاد الإبرة كتعطى لجميع الأعمار إلا واحد بعد الفيطام، بعد الفيطام ما كتعطالهمش، وسبحان الله ما كيمرضوش بعد الفيطام، ما كيجيهمش تسمم دموي. يعني شنو هي؟ كتبدأ من عمر شهرين، منين يكون عندهم شهرين ضروري أنكم تحصنوهم إذا كان قريب المرض. أما إذا ما كانش قريب المرض، يعني 3 6 9، ممكن انكم تخليوهم حتى الشهر الثالث، يعني 3 شهور. ولكن الى فاتوا 3 شهور كيولي خطر عليهم التسمم الدموي، يعني ضروري انكم في ذاك الشهر هو اللي تلعبوا فيه. يا اما اذا كان التسمم الدموي قريب، اذا كان التسمم الدموي قريب غادي تحصنوهم باش 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 يتجاوزوا هذيك المرحلة ديال إما شهر 3 إما شهر 6 إما شهر 9. ولكن بعيد ماشي مشكل، ولكن ما تخليهمش يفوتوا 3 شهور، 3 شهور صافي كيولي خطر عليهم. كاينه قضية أن الناس اللي عندهم شي أنثى يلاه ولدت، ممكن أنكم وقريب يعني قريب لها اللاضات ديالها تسالي، أو قريب 3 6 9 ماشي مشكل، ممكن انكم ديروا لهم التحصين وما تخافوا عليهم والو. اللي يكونوا عاد عشار كذلك، ما دابا كنهضروا على اللي كترضع، اللي كترضع ما غادي ما يطرا لها والو ان شاء الله. قد كذلك اللي عشار حتى هي ممكن انكم تضربوا لها هذيك الإبرة وما تخافوش منها. الناس اللي غادي يسولوني على يعني السميه ديالها، هي في الحقيقه كاينين بزاف السميات، ولكن اللي متداوله وفعاله يعني والناس مجربينها ورخيصه في الثمن شي شويه، وهي كدير 85 درهم ل10 ديال 10 ديال 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 الافراد بالغين، يعني ماشي يعني اللي يكونوا عاد صغار، اللي صغار المهم على الذكر بعدا لا دوز اللي غادي تعطيو
مين يكونوا عندهم 3 شهور فما فوق، يعني إناث أو ذكور أو حوامل أو لوالدين ولا كدير لهم سنتيم سنتيم. ولكن هذوك العمر ديال شهرين يعني بعد الفطام وزادوا واحد الشهر اخر يعني شهرين كديروا لهم نصف الكميه، يعني نصف سنتيم ماشي سنتيم، يعني بزاف عليهم سنتيم بزاف عليهم، كدير لهم غير نصف سنتيم يعني في عمر شهرين كدير لهم نصف سنتيم، ولكن فما 3 شهور فما فوق كديروا لهم سنتيم سنتيم واحد. القضيه ديال السميات، السميات هي السميات متعدده، ولكن اللي معروفه هي كوني بخافاك، يعني دونوها كوني بخافاك كوني بخافاك، يعني هاد كوني بخافاك راه تقريبا كاينه في المغرب كامل، يعني في جميع المناطق. حنا في المناطق المنطقه الشرقيه هنايا كاينين متعدده الاسماء، ولكن هاد كوني بخافاك كيستعملوها بزاف، ويعني انا تقريبا خدام غير بها ما كنبدلهاش. الناس اللي غادي يقولوا لي وحنا عندنا غير جوج حبات ولا ثلاثه حبات وبغينا الدواء، ولكن هي غاليه حنا غادي نشريوها غادي غير نضيعوا فيها، كاين حل، يا اما تشريو يعني يكونوا نتوما جيران ولا هم وتشركوا في وحده، كاين الناس اللي كيديروا هذه الطريقه، وكاين طريقه اخرى اللي هي كاين واحد النوع، كاين واحد عفوا واحد الناس اللي كيبيعوا هاد الدواء بالديتاي، كاين واحد الفرماسيان هنايا، يعني الناس اللي ساكنين في قرسيف مثلا، واحد البلاد سميتو قرسيف، صيدليه هواره كنتعامل معاه الله يعمرها سلعه، كي يبيع الدواء ديال كوني بخافا كيبيعوا بالديتاي، يعني ممكن انك تدي عليه سنتيم واحد كيبيعوا ب 9 دراهم، 9 دراهم بالنسبه للفرد كبير وتعطيه واحد 9 دراهم لمده سنه مزيانه، يعني تقلبوا على شي واحد اللي كيبيع بالديتاي. راه كاين الناس اللي كيبيعوا هاد الدواء ديال التسمم الدموي بالديتاي. التسميه باش نعاودها لكم، كوني بخافاك كوني بخافاك كوني بخافاك، هادي يعني كنظن ان غادي يريحكم هاد الدواء، لان كي بصح هو جد فعال. بالنسبه للتخزين، يعني شي واحد قال لي على حسب التخزين، ما تحطوش في الثلج، ما تحطوش في السخونيه، حطوه في الباب ديال الثلاجه، الباب ديال الثلاجه، الثلاجه كتفتحوا لها الباب كيكون الباب ما وصلوش البرد بزاف، يعني ما تحطوهاش في الثلج وما تحطوهاش في السخونيه، هي كتبغي جو 6 درجه ولا 8 درجه كاع على اكثر 8 درجه، يعني تحطوها في الباب ديال الثلاجه، يعني هذه هي الطريقه ديال التخزين ديالها. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، مرحبا بكم. الناس مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر الجيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.